يقول: هل يجوز لي مخالفة أبي بعد أن أمرني بالخروج مع جماعة ما بعد أن رأيت منهم البدع؟ لا يجوز لك، لا، هذا معصية. خروجك معهم وهم مبتدعة هذا معصية. ولو أمرك أبوك لا تطعه، قوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم. هل يجوز أن أخرج كفارة اليمين تمرا؟ نعم، إذا كان التمر يؤكل في البلد فإنه يخرج منه، لأنه طعام، إطعام 10 مساكين، طعام يكون بالبر، يكون بالرز، يكون بالشعير، يكون حسب ما يؤكل في البلد، يكون بالتمر. نعم.